ومن الفوائد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الحديث السابق: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، بضم الخاء، حتى إن بعض العلماء خطأ من يفتح الخاء لخلوف، قال لخلوف، وإن كان بعضهم يقول إنها لغة ضعيفة، لكن عليك أن تنطق تلك الكلمة فتقول لخلوف بضم الخاء دون فتحها، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله، انظر، أطيب عند الله من ريح المسك. سبحان الله، يقول ابن حجر رحمه الله كما في الفتح، هذا يدل على أن الرائحة المنبعثة من فم الصائم أطيب عند الله من دم الشهيد. كيف؟ قال: لأنه قال في دم الشهيد يأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك فقط، شبهه بريح المسك، لكن بالنسبة إلى ما يخرج من رائحة من فم الصائم ماذا قال؟ أطيب، أطيب عند الله من ريح المسك. ثم قال رحمه الله: ولا يعني أن الصوم أفضل من الشهادة كما لا يخفى.